ثانيا بالنسبه لموضوع الديوان اليوم عشان سمره شيوخ بشيوخه واعضاء مجلس محافظه واعضاء مجلس البلدي سمره حضروا اليوم وتداولنا على هاي الامور اللي قضيه الديوان اتضح انه لا يوجد خلاف عشائري او نزاع عشائري حول منطقه الديوان، فالديوان لا بها خلاف او شيء خالف يروح للدوله للقانون للقضاء، نطالب القوات الامنيه بما فيهم اخواننا بسرايا السلام ان يسهلون الامر هذه الناس لانه عوائل فقيره ما لديها لا سكن ولا دار يسكنون به، نرجو من عندهم تساهل معهم وتسليمهم الاراضي ونكون شاكرين.